التعهدات التي على سبيل المثال التعهدات التي قطعها سيد محمد الشيع على نفسه كفيلة بأن تجعل من العراق سنغافورة. لكن هناك من قال أيضا كل الذين سبقوا المكلف بتشكيل الحكومة تحدثوا بذات الوعود وتعهدوا بذات التعهدات، والحال كما ترى حتى اليوم من أسوأ إلى أسوأ الواقع: بطالة، فقر، فساد، انتشار السلاح، إضافة إلى الجفاف. كيف سيخرج من هذه الدوامة؟ كيف سيستطيع الخروج من كل هذه المآزق؟ يعني أنت تقريبا أجبت بنفسك عن السؤال. هو المشكلة في في في, في هذا طبيعة النظام السائد، يعني هذه النسخة من الديمقراطية هي اللي تصيب البلد بالشلل يعني، وتخلي دائما متلكي حقيقة. أنا أتحدث بصراحة، أقول هذه الديمقراطية لم تخدمنا في شيء على صعيد التنمية. طبعا نعم نحتاج من عتها حرية الرأي، حرية الإعلام، حرية التعبير، حرية التظاهر، لكنه أن تتحول إلى إمبراطوريات مالية وقطاعيات سياسية ودول داخل الدولة ومحاصصة ومكونات، وكل مكون له مطالبه وانقساماته وانشطاراته. بالتالي هذه نسخة من الديمقراطية. أي رئيس وزراء يأتي، وإحنا لاحظناها مع السيد الكاظمي مع اللي قبله، واعتقد راح تواجه نفس التحديات السيد السوداني. يعني مهما تكون طموحات، انا لا اشكك بالنوايا يعني، لا برئيس الوزراء الحالي ولا بالقادم ولا حتى باللي قبله. يعني نعم هنالك رجال يعني لديهم اخلاص، لديهم روح وطنيه وتطلع، لكن هو كيف يعمل؟ انت تجيب شخص ناجح بمؤسسه فاشله، ايش يقدر يسوي يعني؟ يعني خلينا نكون واقعيين ايضا. نعم. احنا عندنا هاي مؤسسات الدوله متراهله ناخرها الفساد، فانت تجي تعمل بها وتعمل بهذا السيستم اللي هو مهلهل وزيبقي ويتميز يعني بتغيرات مستمره. انت كمان تمشي على يعني رمال متحركه، وكل شويه يجيك حاجز، وكل شويه سيد طالب. فطبعا اي، وهي الديمقراطيه بذاتها بالمناسبه حتى في البلدان المتقدمه تقيد اي رئيس وزراء.